تمام. يبقى نتكلم بقى عن ايه بقى في الحلقه دي يا استاذ هاني؟ عن خروج الناس بالكليه من المدينه بقى، مش خروج بقى جزئي في زمن النبي وخروج في زمن الرجال جزئي، لا انت اتكلم بقى عن خروج كل بقى مع احترامي. لا ده يبقى هنا بقى الروايه ما هو عشان تخش على الخراب، الروايه الثانيه او تفسير الثاني انت عايز تخش على الخراب. يعني يكون هو انما ده خروج وليس خراب. معذرني يعني هنا في خروج ايوه وفي خراب. الله يفتح عليك. في اقتران بينهم تمام، مقترن تمام ولا منفصل؟ لا ما هو شوف يا زهري، في انا عندي الاقتران ان ده متقدم وده متاخر. اللي هو مع احترامي الخروج هنا والخراب متاخر. في توالي يعني انا عندي لو قلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعه، لو قلت في زمن الدجال على اعتبار خلاص في النهايات في اخر الزمان واقول لما اقول بقى خراب المدينه يبقى كبر على الجميع اربعه. وإذن اجيب لك روايه خروج الناس بالكليه في اخر الزمان سيكونوا في عشان المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي سيكون اذا احنا اتكلمنا عن نقطتين ما هماش في اخر الزمان ولكن من الاشراط. انما النقطه دي يا استاذ هاني اللي هي مرتبطه بهم لا تكون في اخر الزمان قرب قيام الساعه. فعن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتركون المدينه على خير ما كانت. على خير ايه؟ ما كانت. على خير ما كانت، على خير ما كانت. يعني فيها كل شيء. لا يخشاها الا العوافي. يعني ايه لا يخشاها الا العوافي؟ يريد عوافي السباع والطير. يعني انتوا هتسيبوها خلاص بترككم للمدينه بالكليه خربت المدينه. يتبقى في المدينه مين؟ السباع، كلاب والذئاب والوحوش والكلام ده كله. خدت لحضرتك ازاي؟ هي اللي تتركوها وتكون موجوده. ده عند البخاري. خدت لحضرتك الحديث ايضا من طريق ابي هريره قال قال صلى الله عليه وسلم لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت. شوف على أحسن ما كانت يعني من ناحية الخير الدنيوي. النخيل موجود، الثمار موجودة، الخيرات موجودة، البيوت موجودة. وإحنا قلنا إن الجزيرة العربية تتحول في نهاية الزمن إيه؟ جنات، ستعود جنات وأنهار، فيلل وقصور زي ما فيها الوقتي. خدت لحضرتك إزاي؟ وفيها بساتين. أنا دخلت بساتين المدينة والزهاني يعني تخش تلاقي المسبح حمام السباحة، تخش تلاقي النخيل محوط قد إيه ما شاء الله. أشياء عجيبة عجيبة في مدينة النبي. جنات وأنهار. ده أنا شفت الجنات وأنهار لأنه دعيت في كل مكان في المدينة. خدت لحضرتك إزاي؟ شوف بقى يا أستاذ هاني يقول لك إيه؟ اما النبي بيقولوا ما تذكروا على ايه خير ما كانت، وبعدين انتوا اللي خرجتوا كلكم. شوف بقول ايه، بقول حتى يدخل الكلب او الذئب، الكلب او الذئب اللي هو السابع ده او ده. شوف بقول لك ايه، فيغذي اي يبول على بعض سواري المسجد او على المنبر. مش هلاقي حد بقى يقول له انت بتعمل ايه، انت رايح فين؟ مفيش يا استاذ هاني، ما هي خربت، خربت وليس فيها احد. شوف اللي جاي، قالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار يومئذ او في الحال دي او في ذلك الزمان؟ هتبقى لمين الثمار والنخيل ده كله؟ قال للعوافي والسباع، يعني العوافي الطير والسباع. ده في موطأ مالك. قلت لك زهني ابن كثير بيقول كلام جميل قوي، بيقول والمقصود ان المدينه تكون باقيه. شو شوف يا زهني، باقيه، لان البعض شرح خطا فاكر المدينه تبقى خراب كده والخراب يجتمع بخراب، جهل. لا لا، بيقول ستكون باقيه عامره ايام الدجال، حتى في ايام الدجال عامرة. يعني هذا الخراب في مرحلة لاحقة. شوف أيوة للدجال. لذلك شوف انت عملت ايه، انت ربطت علامة من العلامات الصغرى بالكبرى يا استاذ هاني. خدت لحضرتك ازاي؟ في اقتران، في اقتران. ولذلك هذه لا بقاء مع تلك. ولذلك هنا المدينة باقية. ما هو زي ما حضرتك علمتنا ان في علامات منفصلة. الله يفتح وعلامات عليك. متصلة. الله يفتح دي من المتصلة. ايوة. يعني هنا في اتصال ما بين شرط صغير او من الاشراط الصغرى ومع علامة من العلامات الكبرى. او مقترن به. ولذلك شوف بقول لك ايه، ايام الدجال هتكون عامرة جدا. الله، ايام الدجال يعني ايام المهدي وايام عيسى. خدتها لحضرتك ازاي؟ وكذلك تكون في زمن عيسى اجمل ما يكون. وعيسى مش هينزل رسول. لا، عيسى صلى الله عليه وسلم هينزل داعية. داعية بمعنى هينزل عالم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأن النبوة ختمت بمحمد يا أستاذ هاني. هينزل كمخلص مثلا؟ لا، ما أنا أقول لك أهو. لا، النبوة ختمت بالنبي محمد. صحيح. خلاص؟ لا يعني مثلا لما تيجي تنظر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه؟ وخاتم النبيين. ما عادش ينفع نبي يجي بعد مين؟ بعد النبي محمد. إذا عيسى لما ينزل لن ينزل رسولا نبيا. ليه؟ لأن الموضوع ختم. لكن سينزل داعية وحكم يطبق شرع الإسلام على ملة محمد. وضحت؟ وضح. ولذلك بعض العلماء فيما ذكر الذهبي وغيره يقول لك إيه؟ عيسى ابن مريم صحابي رسول. زي عمي.
يقول لك هو رسول من أولي العزم الخمسة، ده متفق عليه. تمام. يقول لك هو صحابي، صحابي ازاي؟ يقول لك لأنه مع احترامي النبي صلى الله عليه وسلم لقي وسلم عليه إلى آخر هذه الأمور. طب خلي بالك، ومن اكتحلت عيناه برؤية النبي أهو، وكان على ملة النبي وجاي في آخر الزمان مش نبي، لكن يبقى صحابي. خدت لحظك ازاي؟ وبعضهم قال هو داعية حكم، إيه اللي يحصل؟ هيتزوج ومش كده بس، وهيسكن في المدينة كما سكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهتبقى له ذرية في المدينة ومش كده بس، وهيدفن في المدينة، هيدفن في المدينة. ولذلك ابن كثير بيقول حتى تكون وفاة عيسى فيها ودفن عيسى بالمدينة، ثم تخرب المدينة، يعني تخرب بعد ذلك. الخراب هيجي بعد دفن عيسى ابن مريم. ده احنا هنا بنتكلم خلاص، ما هو بعد عيسى خلاص. لا لا، في يعني امور، في امور، ولكن انا بتكلم عن هذه بالذات العلامة المتصلة دي. لن يحدث الخراب الا بعد دفن عيسى، لان عيسى هيتزوج، عيسى ستكون له ذرية، عيسى سيحج البيت، عيسى سيقاتل بالمسلمين، عيسى لن يصلي إماما بأمة محمد، لأن الله جعل تكريما للأمة أن يصلي منها، يعني المهدي لا يصلي إمام بعيسى. ثم بعد ذلك يدفن عيسى بن مريم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يحل الخراب بالمدينة، فلا يبقى بها فرد واحد. السؤال دلوقتي، حد بيتفرج وشاهدنا وهيسأل يعني سؤال بديهي أو تقليدي، طب لماذا وكيف يحل بمدينة النبي ومدينة عيسى عليه السلام أيضا باعتباره هيدفن فيها، يعني يحل هذا الخراب؟ نقطة في غاية الأهمية. شوف يا أستاذ هاني، إما بنقول إن العلامات الأخرى تيجي في وقت، اللي هي الساعة تأتي في وقت لا تقوم إلا على شرار الخلق. خدت لك؟ سواء تقول لي بقى هنا ولا هنا، صحيح، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، حتى ذكر ربنا مش هيقولوه، خدت بالك؟ بل يتهرجون تهرج الحمر. فعلى هؤلاء تقوم الساعة. ولذلك يا أستاذ هاني، مع احترامي، أنا عندي شرف زمان زي ما أنت بتقول، وعندي شرف مكان. شرف زمان زي مثلا العشر من ذي الحج، شرف زمان زي شهر رمضان، شرف زمان زي مثلا يوم عاشوراء، شرف زمان زي مثلا يوم عرفة، شرف زمان، وعندي شرف مكان زي مثلا المكة، عندي المدينة، عندي إلى آخر هذه الأمور، شرف مكان. لكن بالنسبة لي الملاحم يا سهاني والفتن، لا تعالى سقط بقى، بنقول شرف المكان موجود، شرف الزمن موجود، لكن مين اللي عايش؟ شرار الخلق. لما مكة مع احترامي اللي لها شرف المكان، كان مين اللي عايش فيها قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عبرة الأصنام والأوثان الذين يعبدون منات واللات والعزة وأساف، مع احترامي، وهنت عليهم أنفسهم، ولذلك كانوا مشركين. بل كانت الكعبة نفسها اللي هي أشرف مكان مع احترامي فيها الأصنام، صح ولا مش صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يطعن تلك الأصنام ويحطمها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك حينما نقول الخراب يحل، ما يحل الخراب يا أستاذ هاني إلا لوجود الأشرار بالمكان، أو لأن المكان خلى من البشر من الخيرين. وفي نقطة في هذه الأمية عزيزة كاميرا أستاذاني، سألت سؤال فعلا ممكن ييجي في أذهان أولادنا وأحبابنا والمشاهدين الوقت والمشاهدات ويتعب كتير، تقول لي المدينة؟ أقول ده حتى الكعبة هتتهدم. خدت لك ازاي؟ وهنثبت لك ازاي الكعبة نفسها تهدم وهتتهدم. المصحف، المصحف هيرفع، كل كلمة فيها هترفع من المصاحف والصدور، فلا يبقى في مصحف، شوف انا بقولك اهو، فلا يبقى في المصحف كلمة ولا في الصدر حرف، لا هنا ولا هنا، أري المصاحف. طب ده المصاحف في البيوت تمام، هترفع ازاي؟ ترفع، يعني هيدخل حد ياخدها؟ لا، خلي بالك انا نوضح للناس، يعني ايه؟ بما أن الناس يكونون أشرارا، لا اهتمام عندهم بكتاب الله، لا في طبعه ولا في نسخه ولا في توزيعه ولا قراءته، زي أنا أقول لك على حاجة، زي التربية والتعليم والحاجات دي، كانت اللغة الدينية أو المادة التربية الدينية حاجة مهمة جدا. خفف أهل وسهل، خفف أهل وسهل، ده لحد ما منع خلص، جفف منابع أهل وسهل. بقول لك إيه، بلاش تربية دينية ووش أهي بتيجي تشوف، وخلاها تربية أخلاقية. شوف النبي لما قال لك إيه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، شوية الوش أهو، دي ساقطت دي ساقطت دي ساقطت، سنة بسنة 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 بسنة، كل حاجة بتروح المعالم هكذا. ولذلك هيجي يقول لك تطبع مصاحف إيه يا عم، إحنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين طائفية ومش عايزين كيت، خلينا يا أخي كيت، خلينا على الديمقراطية، خلينا على البطاطسية على الفلفلية، هتلاقي الأمور دي. إنما اللي يفسرها بغير كده
ان يقول لك ان المصاحف الناس هتنام وتقوم ما تلاقيش المصاحف. ده قول موجود على فكرة. لا لا مش كده على الإطلاق. عدم اهتمام الناس بكتاب الله جل وعلا لا في الصدور ولا في السطور، بدليل ان الناس هيبقى صدورها ليس فيها حرف واحد من كتاب الله. خدت بالك ازاي؟ في حديث ولا يسرى على كتاب الله في ليلة. هيتمسح من هنا ومن هنا. فمنهم من أول هذا بأن معنى هذا أنه لا يوجد على الإطلاق، وهنا نسيان مطلق. ومنهم من أوله أن ينام ويقوم ما عادش فاكر ما يلعيش المصحف. وإن كان هذا بسبب فجره وفسقه وكيت إلى آخر وخيانته، لذلك يمحى ذلك من صدره. واللي في كذلك لأنهم لا يستحقون ذلك اللي كان في الكتابة. فعلى كلا الأمرين كلمة توضيح. طب عندي برضو تناقض يحتاج إلى توضيح وفك هذا الاشتباك. أيضا اتعلمنا من فضلتك أن من علامات الساعة أن تعود جزيرة العرب لما كانت عليه جنات وأنهار. طيب إزاي هتعود وهي علامة من علامات الساعة جنات وأنهار ويستقيم هذا الأمر مع خراب المدينة؟ ممتاز جدا. تعب تعالى كده فضل. هذا ترتيب جميل جدا. النبي قال إن من ضمن العلامات مش الكبرى بل هي علامات صغرى. ومنهم من صنف العلامات جعلها صغرى وسطى كبرى تبقى من الوسطى. خدت بالك؟ إن جزيرة العرب هتعود جناتي وأنهار. تمام. وفعلا بدأت دلوقتي. يعني أنا قلت لك ادخل المدينة كده وشوف ويدخل كيت صحيح. لا روح مثلا الطائف وروح الحتة دي هتجد أشياء كثيرة جدا. طيب وفي نقطة غاية في الأهمية زي ما أنت بتقول يأتيني الخراب ويحل الخراب. كيف يستقيم هذا الأمر؟ من الصحابي سأل النبي لما هتخرب وما عادش فيها بشر سألوا عن ثمارها لمن تكون، يعني معناها مليانة خير. هنا بقى بيتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه. ايوه سهل. في الجنات والانهار يعني مليانة ثمار. بقوله وثمارها لمن تكون. يعني مليانة نخيل مليانة ثمار فيها من كل الخيرات فيها الزروع. قالوا للعوافي والسباع. عواف الطير والسباع. يعني الخير مليها زي ما انت بتقول وفيها الانهار وفيها الجنات وفيها العيون وفيها كل الكلام ده. بس مش انتوا اللي تتهنوا بيه. يعني هنا يعني الخراب هنا المقصود بيه يعني مش 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 الخراب مش الدمار. عارف مقصود بالخراب ايه؟ مش الدمار. ممتاز. شتان ما بين الخراب والدمار. والدمار بالظبط كده. الخراب معناه خلو الديار. هو ده اللي كنت لسه اقول لك. الخراب يعني كالبيت الخالي بالضبط كده. يقال هذا مكان خرب. يعني ما فيش ايدي بتاع مهجور بمعنى مهجور. يعني ولذلك بالضبط يتركها اهلها بالكليه. يتركها اهلها بالكليه. من رحمه الله جل وعلا بامه الحبيب المصطفى الا تشهد الامه، أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة، هذه العلامات من آيات العذاب. من رحمة الله بالأمة ألا يشهد الموحدون من أمة المصطفى هذه العلامات، بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا. الله. يبقى خلاص المؤمنون قبضوا جميعا. يبقى ما تستغربش بقى لما أقول لك إن المرحلة دي هي اللي هيهدم فيها البيت الحرام. كده خلاص المسائل بقت واضحة كده. ترعبتنا عن الشيخ في أول حلقة أو في تاني حلقة تقول لنا يهدم البيت وتهدم الكعبة. مستحيل. لكن الوقت الصورة وضحت. ما عادش مؤمن. خلاص ما عادش موحد يحج البيت. لا خلاص. لا أصلا أنت خلاص على الأبواب العلامة. خلاص الساعة هتقوم بعد هذه الأحداث مباشرة مباشرة. طبعا مش مباشرة بتوقيتنا، الله جل وعلا هو الذي يعلم. لكن خلاص ما عادش فيه شيء في الكون، فيه مرحلة تانية، مرحلة في الحياة الآخرة. فيقبض المؤمنون لا يحج البيت أحد. يبقى هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، يخرب الكعبة ذو السويقتين. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله. ايه ده ايه ده؟ والله العظيم كل ليلة بزداد حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ليلة. مش ممكن. ده النبي وصف المسائل بصورة دقيقة جدا وبصورة واضحة قوي. حتى الرجل اللي هيهدم الكعبة النبي شافه وبوصفه وبوصف لونه وشكله ايه وساقه شكلها ايه. مش ممكن مش ممكن. بقول يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني رجل له ساقان دقيقتان نحيفتان
يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين من الحبشة، روايتين، رواية ابن عباس في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام كأني به، يا الله كأني به، يعني كأني شايفه صلى الله عليه وسلم. ده موضع ما تصليش فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. كأني به أسود، يا الله لونه أسود، كأني به أسود أفحج، يا الله إيه الوصف ده، أسود. طب خلاص ماشي، عارفين اللون الأسود، أفحج، الأفحج المعروف المتباعد ما بين الساقين، متباعد ما بين الساقين اسمه أفحج. هو ده الرجل، وصف الرجل اللي يهدم الكعبة في هذه المرحلة اللي ما يكونش فيها موحد على وجه الأرض. كأني به أسود أفحج يقلعها، يعني الكعبة، حجرا 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 حجرا. في رواية مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تأتي الحبشة فتخرب البيت تخريبا لا يعمر بعده أبدا. خلاص لا يعمر. فاللي يلحق الآن يستمتع بالبيت، يستمتع. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك يا أرحم الراحمين. لا تدري